إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 14 من فبراير عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف، وضمن متابعته لأعمال المناضل الراحل رمضان قبره تتابعون اليوم الجزء الرابع من حلقات رمضان قبره شاعرا وفنانا وإعلاميا من خلال القراءة التي يقدمها لكم الزميل أحمد شريف لكتابي الراحل التاريخ السياسي لإريتريا وديوان الشعر سمعكم فلا. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. تزايد عمليات اختطاف الإريتريين في إقليم التيغراي أثناء محاولة عبورهم الحدود الأثيوبية. الرئيس الجيبوتي يؤكد حرص بلاده على تأمين البحر الأحمر ويعلن تنسيق التعاون مع القوى الكبرى لحماية الملاحة البحرية. وحركة الشباب الصومالية تتبنى هجوما أودى بحياة 4 من القوات الإماراتية وضابط بحريني في مقديشو. كانت لكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أفادت الأنباء الواردة من أثيوبيا بأن عمليات اختطاف الإريتريين أثناء عبورهم الحدود إلى أثيوبيا وخاصة في منطقة تيغراي تتزايد بشكل مستمر. ووفق لمعلومات تأكدت منها إذاعة إرنا الدولية في باريس، تعرض طفل إريتري في العاصمة أديس أبابا إلى الخطف من أمام منزل ذويه عندما كان يلعب خارج المنزل، وكان الطفل قد قدم من إريتريا مع والدته وشقيق آخر، وطالب خاطفه بفدية قدرها 10,000 دولار لإطلاق سراحه. وتفيد التقارير أن الإريتريين الذين يعبرون الحدود من إريتريا إلى تيغراي يتم بيعهم من قبل وسطاء ومهربين ويطالبون بآلاف الدولارات مقابل إطلاق سراحهم، وأن عمليات الاختطاف تزداد يوما بعد آخر حسب ما ذكرت إلسا جروم مديرة منظمة حقوق الإنسان الإريترية غير الحكومية على صفحتها في فيسبوك. ودعت إلسا الحكومة الأثيوبية وإدارة إقليم تيغراي المؤقتة إلى العمل بجدية للحد من عمليات اختطاف الإريتريين والاتجار بهم. كما حثت المصادر الإريتريين خاصة أولئك الذين يعبرون حدود التيغراي ويسافرون إلى العاصمة أديس أبابا برفقة أطفالهم إلى اليقظة واتخاذ الاحتياطات القصوى. أكد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله أن بلاده تتابع التطورات الأخيرة في منطقة باب المندب وخليج عدن عن كثب، وذكر أن بلاده تحرص على تأمين البحر الأحمر والمضيق الاستراتيجي وتذليل العقبات أمام التجارة الدولية. وتحدث الرئيس إسماعيل عمر جيله في حوار مع الشرق الأوسط عن تنسيق وتعاون مع القوى الكبرى ومنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والدول المشاطئة للبحر الأحمر وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وذلك لحماية الملاحة البحرية ومكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية التي تؤرق المنطقة والعالم بأسره. وشدد الرئيس الجيبوتي على رفض بلاده استهداف أي طرف انطلاقا من الأراضي الجيبوتية، مشيرا إلى أن القواعد العسكرية الدولية في بلاده تهدف إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وحماية الملاحة في هذا الموقع الاستراتيجي المهم من العالم حسب تعبيره. وفي شأن الأزمة الصومالية الأثيوبية، قال الرئيس إسماعيل عمر جيله إن بلاده تشعر بقلق شديد تجاه تصاعد الأزمة بين الجارتين، داعيا إياهما إلى إنهاء الخلاف بالحوار، مبينا أن جيبوتي بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمنظمة إيجاد تؤكد تمسكها باستقلال وسيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها.
في أحدث استهداف للقوات الأجنبية العاملة في الصومال، لقي ضابط وأربعة جنود إماراتيين وضابط من قوى الدفاع البحرين مصرعهم مساء السبت في معسكر للقوات الصومالية في مقديشو. وبحسب وكالات الأنباء، فإن جنديا صوماليا فتح النار على الضابط والجنود وهم يؤدون الصلاة. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الجنود المغدور بهم يعملون ضمن اتفاق مع الصومال في تدريب وتأهيل القوات الصومالية في مقديشو. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت الأحد عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوى الدفاع البحرين، وإصابة 2 آخرين استشهد أحدهما بعد الوصول إلى أرض الوطن إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، وذلك أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي قال عنها البيان إنها تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام، كما أشرت في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم من البرنامج يواصل معكم من قطع من حديث حول مسيرة الراحل رمضان قبر الإعلامية والفنية والشعرية من خلال تتبعه لأعمال المناضل الراحل التي صدرت في نهاية العام الماضي، وهي كتاب التاريخ السياسي لإريتريا وديوان الشعر سمعكم مفالا، والتي قام بجمعها وطباعتها شقيق الراحل الأستاذ صالح قبري. نتابع سويا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، التحية والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرينا الدولية في باريس، ومنها تتابعون حلقة جديدة في برنامج متابعات. ولا نزال آنسات سيداتي سادتي نتابع معكم سيرة الشاعر المناضل الصحفي كذلك الراحل المقيم رمضان قبره. هذه هي الحلقة الرابعة، وبها سنختم ملف هذا الشاعر الراحل المجيد رمضان قبره. سيرته كما قدمناها لكم في الحلقات الثلاث السابقات، ولكن تذكيرا نقول أن رمضان قبري صدر له كتابان في نهاية عام 2023، وبجهد مقدر من شقيقه الأستاذ صالح قبري له التحية. الكتاب الأول استعرضناه لكم، تاريخ السياسة في إريتريا أو شيء من ذلك، وخلونا نقول الاسم بالكامل العنوان حتى لا يلتبس على المستمع الكريم. حقيقة الكتاب عنوانه التاريخ السياسي لإريتريا رمضان عثمان قبري. اليوم أتشرف أن أستعرض معكم جانب، وربما تكون هذه الحلقة الأولى للحديث عن شعر رمضان قبري، لكن خلونا سنختم الحديث عن رمضان قبري بحلقة هي الحلقة الرابعة، ولكن إن شاء الله بعد فترة نأتي ونتحدث عن ذلك الديوان. رمضان قبري توفي سنة 1994، وللأسف الشديد أوري جثمانه الثرى في وطنه الثاني الخرطوم، يعني السودان. رمضان قبري صدر له ديوان، أنا لأول مرة أقف على ديوان فيه جهد كبير، وعندما أقول جهد كبير أن هذا الديوان صدر من الطبعة كتاب متوسط الحجم، فيه 269 صفحة أو 260 صفحة حقيقة يعني. والكتاب ما يميزه أنه مكتوب باللغة العربية والتيجرينية، يعني كل الأشعار التي قدمها المناظر رمضان قبري لعدد من الفنانين مكتوبة باللغتين العربية والتيجرينية، وده شيء جميل لأنه
عدد كبير من الشعب الإريتري لا يقرأ الحروف الجئزية، وبالتالي أنا لما أقول التيجرينية لا أعني تم ترجمة الشعر، ولكن كتب بحروف جئزية وعربية. ممتاز جدا. على سبيل المثال مثلا في قصيدته جرمت، لما يقول مثلا، أو خلونا ناخذ قصيدة مشهورة، إريتريا سمعكمو فالا، مدر ثورة قندل هلا أبطالا، مدر عفون شعير طاف ما شيلة، أنا قد مفرركو الثورة شت حابركو، حوي هي قل أجمل كلاشينو كبة، ميت على الود تحر فرحتها الليت من لبة. كلام ده مكتوب بحروف عربية وبحروف جئزية، فده شيء جميل يعني. ومن هنا نحن نشيد بالجهد الكبير الذي بذل من أخونا المحرر صالح قبري شقيقه، وبالتالي هذه يعني هذا أسلوب جيد لمن أراد أن يكون هذا الكتاب في أيدي أو أكبر عدد ممكن من القراء. لأنه لو كان كتب بحروف جئزية فقط، الشعر مكتوب بالتجريد، هو شعر تجريد طبعا، لكن لو كان مكتوب بحروف جئزية، الناس اللي ما يقروا حروف جئزية ما حيقروا ولا حيشتروا، والعكس كذلك لو كان مكتوب بحروف عربية فقط، برضو الناس اللي ما يعرفوا حروف عربية ما حيقروا. ولذلك يعني هذا الجهد المقدر، هو كتابين في كتاب واحد يعني، وهذه فكرة جيدة وفكرة نيرة وإن كانت هي متعبة. الكتاب الذي بين يدي في الشعر، فيما يتعلق بالشعر، وعنوانه سمعكموه فالا، شعر رمضان قبري، فيه إهداء وفيه شكر وتقدير ومعلومات عن التوثيق، السيرة الذاتية للشاعر والمناضل رمضان قبري، ومقدمة تسجيل شعر ابكرن رمضان كده مكتوب، وقال عنه رفاقه شعر الثورة والشعر الاجتماعي، وأبيات شعر قصيرة بالتجريت، وأغاني إدريس والأمير وجدت في دفاتر رمضان قبري، وشعر متنوع بالتجريت، وشعر كذلك للمؤلف، وشعر الثورة تجرينيا مؤلفة رمضان قبري، برضو في شعر بالتجرينيا يعني. وبعدين الأغاني التي أهداها لعدد من الفنان، وأسماء الفنانين الذين غنوا للشاعر رمضان قبري، والأغاني التي أعطيت لعدد من الفنانين. على سبيل المثال إذا ما أردنا أن نستعرض الفنانين الذين تعاون معهم رمضان قبري، هم على النحو التالي، وقد يكون في أسماء سقطت يعني. أسماء الفنانين الذين غنوا للشاعر رمضان قبري، على رأسهم يجي الأستاذ حسين محمد علي، ربنا يديه الصحة والعافية وطول العمر يعني، ونحييه عبر إذاعة إيرين الدولية، والأستاذ الراحل المقيم الأمين عبد اللطيف، ورمضان محمد حاج، رمضان حاج المعروف برمضان حاج، والفنان المغيب إدريس محمد علي، ومحمود نوراي، وتخلن كئيل قبرو، ويونس إبراهيم الراحل، الفنان الراحل المقيم، والفنان محمد باعيسى، برضو هذا فنان مجيد يعني الله يرحمه، والفنان الكبير عثمان عبد الرحيم، وبرضو في فنان تائب يحيى، شاعر من بيت النائب عاصر الإيطاليين عند قدومهم إلى إريتريا، والفنان عثمان الناتي، والفنان أحمد منصور، والفنان إبراهيم محمود، وعبد دالي، وأحمد فقيه، وفاطمة محمد سليمان، ومريم سليمان مكين، ومحمد حبيب عبد الرحمن، وكمال حسين علي، حلايت وايد. يعني تعاون مع 19 فنان، وفيهم فنانين كبار يعني، هم كلهم فنانين كبار، لكن أشهرهم الأمين عبد اللطيف رحمة الله عليه، وعثمان عبد الرحيم، وحسين محمد علي، ودريس محمد علي. البقية طبعا يمكن يكون أداهم عمل عملين وهكذا. هذه إذاعة إرنا. ولذلك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عندما نستعرض جزء من القصائد، أو قبل القصائد ربما نأتي إليها لاحقا، لكن الشيء الجميل أنه في شهادات مقدمة عن الشهيد رمضان قبري، أنا أحب استعرضها هنا. ماذا قال عنه عدد من الفنانين
الذين تغنوا بأشعاره والذين عاصروه كذلك. قال عنه رفاقه، وكذلك كان في صوت مسجل لشاعر رمضان قبري بيتكلم فيه بلغة التجريد طبعا، حيسام أبو وحو، حيسات أمات وحوات، كلكم سمعيت شيء حبر، بسلف سلامية قلت بتحكم التمنية، يوم إلا شريط عندما اللقوق لكم أسمعكم للداليول هليكو، بحود أمير للداليكوه، كمتو عند أتأمر لسبب لألو لأتوديني تقل أقدم أقلكم أفتي، أمانتو بسحام حليت لقبة وكيت بتشعر تقري حلو. أنا قاعد أقرأ الكلام ده مكتوب بحروف عربية ومريحة جدا يعني. وبعدين قال حوكم رمضان قبري في الأخير يعني. فمن الذين قالوا عنه، أنا أبدأ بما قال عنه الفنان الكبير المناضل حسين محمد علي. قال المناضل رمضان قبري رحمه الله: كان شاعري المفضل، تعرفت عليه في الميدان عام 1975. فعلا الأستاذ رمضان كان رجل ذكي وواعي لقضيته ومدرك للأمور كلها، وفعلا هو كان شاعر ومبدع بلغة التجريد، وكان يؤلف مسرحيات غنائية. الأستاذ رمضان قبري كان من أشجع المناضلين، يقاتل بالسلاح وبالشعر وبالأدب، وكان رجل نشيط وحركي وواعي لأبعد الحدود لقضيته، وبالذات كان شاعر مبدع بلغة التجريت، وكان رجل مسرحي ممثل ساهم في أعمال مسرحية بعدة لغات بالعربية والتجري أي التجريت والتجرينيا. يقول الأستاذ حسين: هو أول من أسس فرقة جبهة التحرير الإريترية في الميدان، وكان قائدها مع كل من السادة والحبيب ورمضان حاج. الفرقة تأسست في زمن القيادة العامة 1969، في الخمسينيات من القرن الماضي قبل الثورة أسس في مدينة كرن فرقة فنية كوميدية سماها فرقة أولاد كرن، وجابت مدن إريترية عديدة، وكان من ضمن الممثلين أحد رموز مدينة كرن المرحوم علي كرن. في عام 1956 وحتى عام 57 كان عضو بفرقة دكبات في العاصمة أسمرة، وبعدها غادر إريتريا والتحق بجبهة التحرير الإريترية. هذا ما قال عنه الفنان المناضل حسين محمد علي. الفنان الكبير المناضل نجوسي هيلمن سعاي قال عن رمضان قبري: رمضان قبري فنان مرهف، إذا كان من سيكتب عن رمضان قبري فأنا نجوسي هيلمن سعاي أحد الذين ينبغي أن يكتبوا عنه. وبالرغم من أن المعلومة وصلتني متأخرة، إلا أنني أقدم شرح مختصر عن رمضان قبري، فأقول: رمضان إريتري ابن بيتجوك، مولود في سنحيت. في عام 1947 كان عضو جمعية تحسين العادات الإريترية. أذكر في ذلك الوقت كان يعمل مع الفنانين الكوميديين غرازماتش ألمايو كحساي وعثمان أحمد دين وعلي سعيد بانان علي بوبي. هو كان البسمة التي لم تفارق محياه، ولذلك كان يلقب بصاحب الابتسامة الدائمة. كان كوميدي، ممثل، مغني، منسق أغاني، مؤلف أغاني وملحن خاصة بلغة التجري، أنتج كثير من الأغاني المحبوبة وأعطى لفنانين كثر. كمثال أعطى أغنية ناقبلو مدرنا بلغة التجريت التي غناها الفنان الجميل الفنان الكبير حسين محمد علي، نقبلو مدرنا. في مكتب أصحاب السينما كانت صورته معلقة كأحد الكوميديين الإريتريين. يحكى أنه أسس فرقة مسرحية باسم أولاد كرن بعد فترة من مشاركته في عدد من الفرق، ومن بعض أعضاء الفرقة كانوا علي كرن والسيد كافلة وأبو بكر أشكح فنان الكبير والأستاذ الأمين عبد اللطيف الراحل المقيم.
السيد الفنان الراحل كذلك قرماي سلمون، والأستاذ الفنان المبدع الراحل أسرس تسمى. هذه المسرحية تم عرضها ليس في إريتريا فقط، بل تم عرضها في أديس أبابا وبعض المدن الإثيوبية، وهذا البرنامج يؤكد أن رمضان كان واثق من نفسه. رمضان كان ممثل مع فرقة فايرت التي أسسها جنومين الإيطالي الذي كان يقيم في إريتريا. مع فرقة فايرت كان يعمل رمضان ليس في أسمرة فقط، بل في كذلك في عدن باليمن. أيام الفيدرالية سافر رمضان للسعودية وأصبح عضو العمال الإريتريين من أبناء المحافظات. عندما تأسست الجبهة أصبح عضو المجموعة، أي مجموعة التنظيم الداخلي، وذهب إلى مدينة عصب لمقابلة المناضل عثمان صالح سبي. كنتيجة لهذه المقابلة سافر الأستاذ عثمان سبي إلى السعودية وأصبح عضو المجموعة في تنظيم الجبهة. ثم التحق رمضان بالميدان وعمل كمترجم للغات التجريت والتجرينيا والعربي والإيطالي. راديو إرنا. راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازيت إنياتا زدالو نتا راديو. رمضان كان عنده ذاكرة قوية، وكان عنده موهبة حفظ أماكن القرى ومواقع المياه والطرق السهلة، ولذلك كان مناضل مطلوب، أي كان من المهمين جدا. رمضان كان سريع في حركته، دائما سعيد، لذلك كان يلقب بصاحب الابتسامة الدائمة. كان الشخص الذي ينقرض في كل المجالات. في عام 1969 وجبهة التحرير الإريترية في مؤتمر أدوبحة تحت قيادة القيادة العامة أسس فرقة فنية. المناضل رمضان أسس هذه الفرقة وكان قائدا لها. أما المناضل محمد نور موسى كتب في مجلة الناقوس العدد الثامن 22 في الصفحات 14 و15 ما يلي عن رمضان قبري الراحل المقيم. يقول: ثورة الإبداع ضد الاضطهاد. إن التوثيق لحياة المبدعين مهمة لتاريخ الشعوب، لأنه من خلال سيرتهم وكتاباتهم الإبداعية من أشعار وأغاني وأعمال مسرحية وكافة أشكال الفنون نتعرف على ثقافة الشعوب وتاريخها، وذلك بتتبع ما يخطه هؤلاء. ومبدعون اليوم، أي مبدعنا اليوم هو شاعر من شعراء التجريد، مؤلف وكاتب مسرحي، أي أننا أمام فنان شامل. مبدعنا هو المناضل الشاعر رمضان عثمان قبري من مواليد عدخالة 1937. تلقى تعليمه الأولي بالكتاتيب في أسمرة، وبعدها التحق بمدرسة مدبر بأسمرة. استهوى المسرح رمضان فكان ممثلا مسرحيا، ويعتبر أحد مؤسسي المسرح الإريتري. كانت له مجموعة مسرحية باسم أبناء كرن، تياترو ولاد كرن، حيث شاركه في المسرح آنذاك المناضل الراحل العم حفيظ سعد الدين وعلي كرن. ولقد عرف مسرحه بالمادة السياسية الرمزية التي كان يؤديها من خلال المسرح الجوال، مما يؤكد اهتمامه المبكر بالعمل السياسي. لقد شارك مبدعنا في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي في المظاهرات التي شهدتها أسمرة، وعند انتقاله إلى المملكة العربية السعودية في بداية الستينيات انضم إلى جبهة التحرير الإريترية في بداياتها، وكان عضوا بلجنة فرع جدة. ونسبة لإجادته اللغات العربية والتجرينية والتجريت والإيطالية، تم تكليفه من قبل المجلس الأعلى بمهام قسم الإعلام، أي إعلام التجرينيا، إضافة إلى أنه كان مقدما لبرنامج إذاعي باللغتين العربية والتجرينية بإذاعة مكة المكرمة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. من أشهر أغانيه كما يقول المناضل محمد نور موسى، يحكي المناضل رمضان أنه أثناء الدورة العسكرية سألهم المدرب السوري إن كان لهم نشيد وطني. أجاب أحد المناضلين بنعم، وعندما طلب المدرب إنشاده
أي إنشاد النشيد الوطني، وساعتها ما في نشيد وطني ولا حاجة. الكلام ده سنة 66 يبدو لي. نعم. فالأمر الذي أربك المناضلين كلهم لعلمهم بعدم وجود نشيد وطني لإريتريا. كانت المفاجأة أن المناضل رمضان تغنى بأغنية أنا ليبيا بقوها، يا هو ليبيا بقوها، أرقوني تا حسبكم يقدر حقوها. فرددها معه الجميع واستحسن المدرب ذلك. ولقد كان لهذه الحادثة أثرها في أهمية تكوين فرقة فنية رسمية، وترجم المناضل رمضان قبري الفكرة التي كانت تدور بخاطر الشهيدين محمود إبراهيم شكيني وعبد القادر رمضان لتأسيس فرقة فنية للجبهة، عرفت فيما بعد باسم فرقة التعبئة العامة والتحريض السياسي، وذلك لتلعب الدور التعبوي لأهميته من شد عزيمة الثوار والتبشير بالثورة وعكس انتصاراتها، علما بأن هذا الدور كان يقوم به الفنانون في الداخل من خلال الأغاني الرمزية، فضلا عن الأغاني الشعبية التي كانت تتغنى بها الجماهير في مناسبات مختلفة، مثل ردؤ ردؤ أبايها الذي بعدنا، ردؤ ردؤ أبايها الذي بعدنا. إريتريا تفرح باستغلال لمنديرتنا أطلل بعدالة عسرة وريت سقلو حبر مطين مالي حقحونا السقلة يتوجبن قندالي يوم تسكاب بدا وخلاص جهاد مطى هالروسو لتهرقتا منديرتنا حبر السماء هيلا قمام جيب جبهة قما. توفي شاعرنا الكبير بعد معاناة مع المرض عام 1994 في السودان الذي انتقل إليه من المملكة العربية السعودية، ودفن به مثله مثل الكثير من المناضلين الذين وهبوا حياتهم لقضيتهم وشعبهم ولم يجدوا بقعة تحتضن جثمانهم الطاهرة بسبب نظام الهيمنة القومية في إريتريا. آمل أن أكون كما يقول المناضل قد سلطت بعض الضوء على بطاقة مبدعنا المناضل الشهيد رمضان عثمان قبري، متمنيا أن نتمكن من جمع كل ما كتبوه وكتبوه شعراؤنا ومبدعونا وما تغنى به فنانونا. هكذا المستمعون الأعزاء، نحن لم ندخل على الديوان لأنه أدركنا الزمن، ويبدو أننا سنكون على موعد مع حلقة متواصلة عن الشهيد رمضان قبري من خلال ديوانه سمعكمه فالة. سنبدأ بعدد من أغنياته شباب إريتريا. شباب إريتريا أم حرو نقوسا سكاب لالك الأيام التنسينا وشكام سن إقل نقميك إريتريا وشعب كل حبر أبيك طور سراوي تمتأك الدام اندمس ليك مسكينايتك وماندوس بدولارات دابيك رشاشات جبهة التحرير سكاب لالك الأيك. دي من الأغاني اللي كنا نحفظها ونحن أطفال، بنديرتنا حبر سماء رأوا اللي سبقنا التي تغنى بها حسين، وثورة دقل يكوني، وإريتريا قرن بعل شامية، إريتريا قرن بعل شامية شهادة أنت وأمانية. يعني سنأتي إن شاء الله ونقلب معكم هذا الديوان الجميل إن شاء الله، ونحاول أن نقرأ منه ما نستطيع. الرحمة والمغفرة لشاعرنا الكبير رمضان قبري، والشكر الجزيل لأخيه صالح قبري الذي حرر الكتاب بالحروف العربية والحروف الجئزية. يعني هذا الكتاب هو في غاية الأهمية، مكتوب بحروف عربية وحروف جئزية، وأنا أدعو كل من يهمه أمر الوطن أن يقتني هذا الكتاب. تحياتي محدثكم أحمد الشريف، مع تحيات الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم من إذاعة أرينا الدولية الباريسية في الإشراف والإخراج. تحياتنا، السلام عليكم. هذه إذاعة أرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. تزايد عمليات اختطاف الإريتريين في إقليم التجراي أثناء محاولة عبور الحدود الأثيوبية.
الرئيس الجيبوتي يؤكد حرص بلاده على تأمين البحر الأحمر ويعلن تنسيق التعاون مع القوى الكبرى لحماية الملاحة البحرية. وحركة الشباب الصومالية تتبنى هجوما أودى بحياة 4 من القوات الإماراتية وضابط من قوى الدفاع البحرين في مقديشو. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيران الدولية في باريس، وحتى الملتقى في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا.